السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة عصافير جنة أطفال نقدم لكم 5 فوائد تحصل بتدريب الطفل على صلاة الجمعة. 1- عندما يصل إلى سن البلوغ يكون معتادا على إقامتها وأدائها. 2- تأثره بسماع الخطبة، إذ فطرته تكون حساسة لالتقاط أحاديث الإيمان وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما هي تدريب له لسماع العلم ومن ثم فهمه. 3- يألف تجمعات المسلمين ويشعر بدخوله للمجتمع، إذ لابد أن يتعرف على من يعرفهم والده. 4- على رأي من قال بأن الساعة المستجابة في يوم الجمعة هي لحظة الخطبة، فيكون من الحاضرين لهذه الساعة المستجابة التي حدث عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. 5- تكون تغذية إيمانية وشحنا روحيا على إقامة الصلوات 5 وطاعة الله بين الجمعة والجمعة.